السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي واخيرا انتهى مسلسل الناخب الوطني وحيد خليلوزيس تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتعيين وليد الركراكي ناخبا وطنيا للمنتخب المغربي وأن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اخبرت وحيد في الاجتماع المدير الاخير قبل ايام بنهايه عمله واوضحت المصادر ذاتها ان الجامعه اتفقت مع الركراكي على تولي منصب الناخب الوطني لثلاثه سنوات قادمه حيث سيساعد رشيد ابن محمود وخلص الاجتماع المدير الاخير للجامعه لضروره توفير جو ملائم للنخبه الوطنيه من اجل استعداد لنهائيات كاس العالم قطر والذي سيجري سيجرى في الفتره الممتده ما بين 21 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر يذكر ان المنتخب المغربي يتواجد في المجموعه السادسه من المونديال الى جانب كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا